فودي كمارا بطبيعة سياسيس لمدة 3 سنوات. كانت تحكينا على تفاصيل الانتقال كيفاش كانت الأمور، لأنه رينا شوية صعوبة في المفاوضات مع حورية كونكري، وإلا كان فما تململ لأنه الفريق كان ممكن يلوج على عرض قياسي بعد مشاركة الملاعبين في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة. والله هو بالنسبة لفودي كمارا اللي أنا معناها خديته وانشارج في السوسيتي بكستار ماما أفريكا ديركتومو اقترحته على إدارة النادي الرفاقي، وإدارة النادي الرفاقي شاف اللي الملاعبي معناها كاليبر بيان وديركتومو دخلوا معي في نيجوسياسيون بحكم الملاعبي اللي سو كونترا افيك حورية كوناكري، وبدأنا في التفاوض مع حورية كوناكري، وكانت الأمور معناها من الأول كانت لي بيان ماشية في الطريق الصحيح، والحمد لله معناها اون فانت مونت الملاعبي توا وقع عقد لمده 3 سنوات مع نادي الرفاقي. بالنسبه هذه تجربه وتحدي جديد للاعب ولاعب من مواليد 2002 21 سنه انترناسيونال جيني ليكيب ناسيونال لول وليكيب ناسيونال ديرنييرمون لو 23 اللي لعبت في المغرب صافي كاس افريقيا كاس فريق المال للفانتروا، وكما قلت لك هذا تحدي جديد للملاعبي ونتمنى له التوفيق والنجاح، ونتمنى لإدارة النادي الرفاقي كذلك النجاح مع اللاعب هذايا، وإن شاء الله اللاعب هذايا يتأقلم ويلقى الأرضية المزيانة والأرضية الباهية، وإن شاء الله معناه ملاعبي عنده المؤهلات الفنية. أو مش نحكيه على المؤهلات وعلى المركز متاعه. هشام هوني سؤال تطرح برشا زادة في الشارع الرياضي لهنا في صفاقس، هل اتصل بك نبيل كوكي ولا هل أنه بطبيعة نبيل كوكي كان هو المشرف على الانتداب هذا وطلب فودي كمارا بالاسم؟ هو الإدارة النادي الصفاقسي بدأوا معي المفاوضات من قبل ما يجي سي نبيل كوكي مع أبو بري وقت اللي بدأت البطولة العربية في السعودية مع وقت بدأت المفاوضات أكثر من شهر برس بدأت المفاوضات، ومن بعد بالطبيعة كما تعرف شيء أونترونر جديد بيان سور الإدارة باش سورتو في باش تاخذ رأي معناها في أن جوار إترونجي باش تاخذ رأي بيان سور. سي نبيل كوكي شكر ليه أولا، ثانيا سألوه على الملاعبي، هو يعرف الملاعبي بالكدا ويعرف قيمته الفنية بحكم العب ضده في دوري ابطال افريقيا في شباب الوزاد، في كان يدرب لا مع ستيف لعب مع ستيف مع ستيف ولا مع شباب الوزاد مفيد يعرف 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 الملاعب بالكدا بحكم حورية كوناكري كي تلعب في الشامبيونز ليج لعب ضده ويعرف الملاعب بالكدا، وقالوا راهو ملاعب ممتاز جدا وتوكلوا على الله، هو ذاك اللي معناها كانت الامور ماشيه في احسن ما يرام، والحمد لله كما قلت لك اون فاند كونت الملاعب توا في النادي الرفاقي، ونتمنى له التوفيق والنجاح ان شاء الله. واضح حسين. من جهه اخرى نحكيو شويه كوره، نحكيو على مركز اللاعب، برشا كلام على البوزيسيونمون نتاع الملاعبي في التران، ريتو انا في برشا فيديوهات مع المنتخب الغيني ولا في حورية كوناكري يلعب رقم 6 كلاسيكي، ريتو ايضا في مركز متقدم شويه، هو البنيه الجسمانيه اللي عنده وعنده كاليتي دو تير قويه برشا، ينجم يكون رقم 10 زاده في السيستم جو نتاع نبيل الكوكي. انت اكيد انت فيري. انت اكيد اكتشفت الملاعبي وتعرفوا اكثر وين يرتاح اكثر فودي كامارا، هو فودي كامارا في تام بيفو وينجم يلعب لك بيفو سنتينيل وينجم يلعب لك حتى بيفو ريلايور اوكي، يمتاز بال معناه كمتوسط ميدان دفاعي وكذلك كمتوسط ميدان هجومي بوكس تو بوكس، ملاعبي سورتو معناها الستيل دو جو نتاعو واللمسات الفنيه نتاعو هذه ما تفقدتها برشا نادي رياضه الصفاقس في مثلا من الانديه التونسيه، ملاعبي برشا ملاعبي ما تلقاش سورتو المؤهلات الفنيه نتاعو ما شاء الله ليه وربي يحفظه وربي يعطيه الوقت الطيب، ما عنده معناها قليل نادر توا في وقتنا توا تلقى ملاعبي بالكاليتي هذه. هو ذاك وانا حسب ما نتصور حسب رايي الشخصي بالطبيعه النادي الرياضي الصفاقسي يحبوا على ملاعبيه هذوما سورتو الفلته نتاع الملاعبيه هذوما، فهمت نتصوروا باذن الله فما معناها باش ينجح مع النادي الرياضي الصفاقسي باذن الله سميع العليم. واضح معك تفضل تفضل ومعنا بالطبيعه مع الجروب ومع الانترونور والانترونور معروف سي نبيل الانترونور فيها للجوار اللي كونفيرمي والجوار اللي تلقاها معناها تكنيكمون قوي يزيد هي مع تاثير الانترونور مع الجروب
باذن الله معناها متاهل معناها نشوف اللي اللاعب هذايا باذن الله باش يكون قيمه كبيره وقيمه مضافه للنادي الرياضي الصفاقس ان شاء الله، وان شاء الله باش يعطي دو بلوس للنادي الرياضي الصفاقس. واضح. قبل ما نختم معاك هشام فودي كاميرا، كنوجه رساله الى جماهير النادي الصفاقسي نسمعوها في التصريح التالي. Salam la famille, c'est moi Kamara Fodé, l'international guinéen. Je tiens à remercier la direction du CSS pour la signature, pour la confiance à ma personne pour les 3 ans avec le club. Et je tiens aussi à dire aux supporters du CSS que je suis heureux parmi eux, ils seront fiers de moi. Inch'Allah, bientôt, j'ai hâte de retrouver le terrain avec eux et avec ce beau jeu avec le public. Et je tiens aussi à remercier Blackstar Mamaka qui m'a envoyé ici et avec mon patron Hichem. Et pour ça aussi, je remercie mon ancien club Orléa aussi pour l'accord qu'ils ont trouvé avec le club CSS. Franchement, ça n'a pas été facile, mais pour moi, c'est un grand club. Merci vraiment pour tout ce que vous m'avez fait pour ma carrière. Et merci à CSS, merci à la direction du CSS. واضح. دونك فودي كاميرا يقول انه فرحان برشا بالقدوم للسي اس اس، يقول انه شرف عظيم انه يلعب في النادي الصفاقسي كبير كما السي اس اس اكيد، ويوعد جمهور الفريق باداء كبير، كيف يشكر هشام الكثيري الوكيل نتاعو، يشكر ايضا فريق حوريه كوناكري بالرغم من المفاوضات كانت صعيبه في الاول ولكن في النهايه نجح في التواصل الى اتفاق. خلينا كلمه الختام هشام. كلمه الختام نشكر اداره النادي الصفاقسي، نشكر ناصر البدوي، نشكر سي حسن شعبان، نشكر رئيس نادي الرياضي الصفاقسي. نتمنى الملاعب هذايا يكون قيمه مضافه للنادي الرياضي الصفاقسي، وان شاء الله باذن الله معناها باش يقدم لو بلوس للنادي الرياضي الصفاقسي، ونعرف النادي الرياضي الصفاقسي معناها محطه للتسويق اللاعبين لاوروبا ولبلدان الخليج العربي. نتمنى الملاعب هذايا بالمؤهلات اللي نعرفها انا وان شاء الله معناها باش يلعب في الشامبيونات التونسيه ومع نادي كبير كيما نادي الرياضي الصفاقسي، نتمنى له اللي الوجهه نتاعو تكون بعد سنه او سنتين او 3 سنوات ان شاء الله تكون وجهه اوروبيه، لانه عنده مؤهلات ممتازه جدا جدا جدا. والحاجه الباهيه اللي حسب رايي الشخصي المتواضع من اعز الصفقات اللي عملتها توا نادي الرياضي الصفاقسي للموسم الجديد 23-24 اللي الملاعب هذايا فودي كاميرا. واضح. ملاعبي ممتاز، ملاعبي انترناسيونال، ايكيب ناسيونال جيني، ايكيب ناسيونال اوفان تروا، وكيما قلت لك نشكر اداره النادي الرياضي الصفاقسي والجماهير تاع نادي الرياضي الصفاقسي، وان شاء الله بالتوفيق للملاعبي وللنادي الرياضي الصفاقسي في باقي المشوار لموسم 2023-2024. واضح هشام الكثيري وكيل اعمال فودي كاميرا. ونشكرك انت زاده، ونشكرك انت، ونشكر الراديو اف ام. عايشك هشام. شكرا هشام، شكرا لك. دونك كان معنا هشام الكثيري وكيل اعمال اللاعب الجديد للنادي الصفاقسي فودي كاميرا، اللاعب الغيني. رايك انيس، تعليق صغير على كلام هشام الكثيري وكذلك كلام فودي كاميرا. وشوف فما حاجتين نحب نعلق عليهم، اول حاجه توضيح والمنطق شيقول يقول اليوم نبيل كوكي هو المدرب سي اس اس، ما فيهاش ديريكتور سبورتيف على الاقل ظاهر في الصوره. دونك شوف المدرب مانجر اي ملاعبي فوالا اكزاكتومون مانجر جينيرال هو المانجر اي ملاعبي على الطريقه الانجليزيه فوالا اي ملاعبي باش صح في سي اس اس الا بموافقه نبيل كوكي، وهذا حق المدرب وحق النادي باش يكون الفريق يخدم في ظروف واريحيه واجواء طيبه، هذايا الحاجه المهمه. الحاجه الاخرى في كلام المانجير توا سي هشام الكثيري، فما حاجه باهيه الحقيقه، خاطر في كثر الكلام في الفتره الاخيره على السي اس اس عنده 4 مليو ديفونسيف في الفريق، وهذايا برشا لكن كيف اليوم تكلم يظل سي هشام الكثيري يوضح حاجه مهمه برشا، اللي قال اللي فودي ينجم يلعب اكثر من مركز، ينجم يلعب ميليو اكسيال ولا سونتينيل ويلعب روليير. دونك هوني يظهر لي حتى عند المدرب نبيل كوكي الاختيارات باش تكون اسهل برشا، لانه اكتويلمون سورتو في الفتره الحاليه سي اس اس الى بزوان فريمون اكثر بملاعبيه في صنع اللعب، الملاعبيه اللي كيف ما قال تلعب بوكس تو بوكس، والملاعبيه اللي تلعب قريبه للمناطق الجزاء. وحاجه مهمه برشا دابري لي فيديو اللي تفرج فيهم، الملاعبي يلعب مليح بالراس
فما كاليتي هما برشا ويسجل بالاهداف بالراس وعنده عنده اكزاكتومون لي تير دو لوان اللي هما ينقصوا سي اس اس سيرتو في البيريود الاخرى. دونك الاضافه نتاعو هذه مؤكده وقلتها دايور الجمعه اللي فاتت امين. شوف ملاعبي انترناسيونال اولمبيك راهو في الريكروتمون نتاعو ما يتطلبش برشا تفكير، ما يتطلبش برشا تخمام. ملاعبي انترناسيونال اولمبيك في منتخب افريقي سيرتو فريق منتخب يوصل لبعيد في المسابقات الافريقيه ويلعب بالادوار الاولى في المسابقات الافريقيه راهو الريكروتمون نتاعو يقعد ما غير برشا فلسفه وما غير برشا تفكير. ولشوا نتصور الملاعبي هذا اول ماتش ليه يلعب كونتر وفاق ستيف في فيفري 2022 ديجا في الماتش هذاك ربحت ستيف واحد شيء مركيه غندوزي اللي لعب تو في الاهلي المصري. دونك والملاعبي من وقتها يناراتي براتيكمون حتى ماتش كيف يكون لاباس عليه 16 ماتش في الشامبيونز ليغ بالضبط يكون لاباس عليه سي تان تيتولير ابارونتير واضافه هذا مؤكد اضافه كبيره للسي اس اس. واضح. فاصل قصير نرجع بعد للحديث على حنب على المجبري وهل يخسر حنب على المجبري مكانه كلاعب اساسي في المنتخب التونسي اذا واصل المشوار في فريق مانشستر يونايتد. الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2. ديوان افام صوتكم. ديوان افام هي الموجة اللي توتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على الوحدة تنهاك حنب على المجبري نهار 18 أوت تلعب مع فريق مانشستر يونايتد الثاني. اليوم تدرب مع الفريق الأول بين الفريق الأول وبين الفريق الثاني. هل اليوم أنيس البريمير ليج 2 الفريق الثاني ينجم يخلي حنب على المجبري كلاعب أساسي؟ نحكي حتى على كأس أفريقيا ينجم يخلي حنب على المجبري كلاعب أساسي مع تصاعد أسهم خلينا نقولوها اللاعب حمزة أرفيع يلعب في الدوري الإيطالي في الكالشي في فريق ليتشي كيف كيف